بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا هلا والله وسهلا، مرحبا بالجميع. طبعا في ناس اكتشفت انهم متنرفزين، تمام، منرفزهم زياده. معي شاهي اليوم. تبون شاهي؟ شاهي طيب. بنشرب شاهي وبنعلمكم اليوم عن جدار الحمايه. جدار الحمايه اللي هو انا صراحه اسميه نت اي بي تيبلز، رغم انه هو نت فلترز اعتقد اسمه، ونستخدم النت الكوماند اللي هو الامر نت لا 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 عاد تطلع كلمه صح. نستخدم الكوماند اللي هو اي بي تيبلز علشان نقدر اننا نسوي اعدادات للجدار الحمايه هذا. اوكي اوكي، ما علينا من المصطلحات. انا راح اسميه اي بي تيبلز لان راح نكتب اي بي تيبلز كثير. الاي بي تيبلز غالبا مثبت وموجود بكل التوزيعات غالبا. اوكي، بعض التوزيعات زي الابونتو تستخدم شيء اسمه اعتقد يو اف دبليو، تمام، اللي هو uncomplicated firewall اعتقد اي انكم، ونفس الفكره لكن يعطيك واجهه مبسطه صغيره. في بعض مراجعاتي للتوزيعات مريت عليه ووريتكم اياه، ممكن ما ادري بصراحه ما اقدر احدد لك اسم توزيعه، ولكن هو اساسا مبني على الفكره هذه. هذا اللي نعرفه، ولكن احنا نستخدم سطر الاوامر عشان نقدر نحصل على كل شيء نبيه من الاي بي تيبلز. الاي بي تيبلز عباره عن جدار حمايه. اوكي، ممكن انه يتحكم بالاشياء داخل الجهاز والاشياء الخارجه من الجهاز، وفي منطقه وسطى اذا كنت تستخدم الجهاز او السيرفر لتوزيع الشبكه بشكل عام. تقدر انك مثلا لما يجيك اتصال معين ادخل على السيرفر هذا، تقوم وتوجه الاتصال هذا توديه مكان ثاني. اوكي، هذا يسمي الفورورد. اوكي فورورد. اوكي، بلشنا خلنا نشرب شاي عشان نثقل اللسان شوي. طيب اوكي، هذا مبدا جدار الحمايه اللي عرفناه. طيب انا ايش استفيد كمستخدم عادي يوميا استخدمه؟ تمام، ممكن السلسله هذه اللي بتكلم عنها بالدروس ممكن انها ما تعني شخص محترف. اوكي، لكن اذا كنت انت شخص ما تعرف اللي هو الاي بي تيبلز، راح تهيئك انك تكون محترف ان شاء الله، بحيث انك بعدين تبحر وتقدر تبحث عن اشياء دقيقه جدا بالاي بي تيبلز. اذا الله كتب لنا طبعا ممكن نوصل، اذا ما كتب لنا ما نقدر نوصل. اوكي، الجدير بالذكر انه انت ايش تستفيد منه بالبيت مثلا؟ طبعا في اشياء كثيره. اولا ممكن انك تسوي لك سيرفر خاص بالبيت. اوكي، سيرفرك الخاص بالبيت هذا ممكن تزيد حمايته اذا انت عرفت انك تستخدم الاي بي تيبلز. ممكن تقفل كل البورتات، تفتح بورت واحد انت تستخدمه مثلا، بحيث ان المنفذ هذا يكون معروف لك انت بس للمستخدم السيرفر هذا. ممكن ايضا نستخدم الفلترة المحتوى. ففي ما افترض عندك شله بزران بالبيت اللي هم اطفال، يعني عيالك اخوك اخوانك اللي هو، وحاب انهم يدخلون على منطقه معينه من الانترنت فقط، ثلاث مواقع اربع مواقع والباقي يتقفل، ممكن تسوي هذا عن طريق الاي بي تيبلز ايضا. جميل جدا. شيء بعد ممكن تستخدمه ايضا كراوتر الجهاز حق عندك، ممكن تستخدم كراوتر كامل بحيث انه تسوي فلتر لجهات الاتصال، جهات الاتصال حلوه ذي، الاتصالات الجايه وتطلع من عندك جهاز، بحيث انه لو دخل على مثلا اتصال معين تعرف ان الاتصال هذا لازم يتوجه على المنطقه الفلانيه، فتكون توجهه على المبنى الفلاني او على المكتب الفلاني او الى اخره. هذا هو مبدا جدار الحمايه. طبعا هذا بشكل نظري، لازم يكون عندك قبل ما انك تبدا وتتعلم الاي بي تيبلز تصور عام عن جدار الحمايه، انه في ميزه جميله جدا لو انك اخطيت جدار الحمايه، كل اللي عليك تسويه انك تطفي الجهاز وتشغله مره ثانيه بس. طبعا اذا انت ما حفظت الاعدادات، انت حافظ الاعدادات اللي يكون بعونك، لكن اذا ما حفظت الاعدادات ممكن تسوي الشغله هذه، لانه افتراضيا هو ما يحفظ الاعدادات مدى على زي ما تقول على طول، لا هو يحفظهم بشكل مؤقت لين انك ما تطفي الجهاز. ممكن تحفظ الاعدادات اذا خلصت بملف شل معين او اي لاخره، وبعدين تسوي له استيراد مع التشغيل ويشتغل. لكن هذه ميزه جميله جدا. لا تحاول انك تعبث بجدار الحمايه اذا كان الكمبيوتر مو بلك او بعيد عنك، يعني ممكن يكون انت عندك سيرفر لكن السيرفر هذا بعيد عنك، ممكن انك تدخل ممكن تخطي، كلنا بشر وكلنا نخطي، فممكن تسوي دروب للشبكه الانبوت، فتكتشف انك انت داخل على الشل وما بتقدر تسوي شيء، لازم يكون في شخص هناك يطفي الجهاز وشغله. اوكي، فحاول انك ما تلعب بالموضوع ذا، يكون عندك زي ما تقول فيرتشوال بوكس، تنزل عليه نظام وهمي وتلعب على راحتك. اذا تاكدت ان وضعك تمام تقدر تجمع عداداتك هذه وتنزل على اي سيرفر تبيه على راحتك. اذا كنت شخص مختص بالشبكات راح تفهم اكثر مني بالموضوع اللي بتكلم عنه هذا، لان في مصطلحات دقيقه بالشبكات انا اجهله، تمام، وانا غير مختص بالحاسب يعني ولا حتى بالشبكات، لكن حبيت الموضوع هذا، حبيت نسولف انا وياكم مع بعض، تمام. لذلك بتحصل بعض المصطلحات اللي بالشبكات يعني زي تي سي بي ويو دي بي وشغلات زي هذه، تمام، بتحصل انك تفهم اكثر من اللي قاعد اتكلم اللي هو انا، تمام، فبيكون عندك ابداع اكثر بموضوع بناء جدار الحمايه والتوزيع والى اخره، تمام. انتهى درس اول درس من الاي بي تيبلز.
قبل ما نروح راح اعطيكم فكره بسيطه جدا عن اي بي تيبلز، تمام؟ ممكن تفتح الطرفيه وتجرب معي. قبل ما نسوي اي شيء لازم تعرف انه في فروقات بسيطه ما بين التوزيعات بموضوع اللي هو جدار الحمايه. فبعض التوزيعات تستخدم شيء مختلف والى اخره، لكن ان شاء الله نعرج عليه. هذا زوزه، اوكي؟ ادخل بالروت، طبعا لازم تدخل كروت عشان تلعب بالاي بي تيبلز، اوكي؟ اي بي تيبلز اكتب بالشكل هذا، اي بي تيبلز ناقص ال، طبعا ال كابيتال، انتر. هذا بيعطيك اللي هن حاليا ايش موجود من اعدادات. حاليا ما في شيء بالجهاز عندي، اوكي؟ ما في اي اعدادات على الفاير وول، هذه هي الاشياء الافتراضيه عندي، اوكي؟ لذلك كل شيء عندي مقبول انه يطلع من جهازي، اي اتصال يدخل ممكن يدخل، واي فورورد مع انه ما في فورورد ممكن نوقفه، تمام؟ امر بسيط ومتعارف عليه، ممكن اكتب اي بي تيبلز ناقص بي، تمام؟ بحيث انك تسوي شيء افتراضي البوابه معينه من البوابات هذه او تشين، تمام؟ بي وبعدين تكتب فورورد، فورورد دروب. ليش سويت دروب؟ راح اصلح لكم دروب بعدين. ليش؟ انا مو قاعد استخدم البوابه هذه او التشين هذا، فما راح اني زي ما تقول احتاج، وسويت له دروب. لاحظوا انه في هنا اكسبت هنا وفي هنا دروب. جميل جميل، راح اوريكم شغله نهائيه. الان اسوي بين جوجل دوت كوم، لاحظوا انه جوجل يبنك ولا في اي مشكله. لو سويت الحين اي بي تيبلز بي اوتبوت اللي هو الخارج دروب، تمام، وجيت سويت بينج مره ثانيه لجوجل، لاحظ قال له انون هوست. ليش؟ لانه قفل علينا اللي هو الاتصالات الخارجه من الجهاز، ماشي؟ طبعا علشان انك ترجع الموضوع بشكل طبيعي ممكن تكتب هنا اكسبت انتر، بعدين لو سوينا بينج الحين راح يشتغل معنا ببساطه. جميل جدا جدار الحمايه، راح نتعرف ان شاء الله عليه بشكل اكبر، وراح نرجع لهذه الاوامر نشرحها مره ثانيه، ولكن هذا فقط تعريف ونبذه سريعه. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم، مع السلامه.